السريسي، هو لاعب لا يقل إمكانيات عن اللاعبين المحترفين الموجودين في المملكة. الآن ينزل على الكرة رقم 7، تشوف انه شوط سهل، شوط سهل ونموذجي بالنسبة للاعب. أتمنى أن نجد الفرص إذا عندما يكون الشوط سهلا. طبعا الكرة رقم 8 والكرة رقم 9، 8 هي الكرة السوداء البلاك و9 الكرة اليلو أو الصفراء. جيم سهل، أنا أنتهز الفرصة للإشادة بنجومنا العرب وبالذات نجومنا السعوديين. طبعا هؤلاء من نجومنا العرب، كابتن جلال قدمناه في المباراة الأولى وعنده كثير من الألقاب على مستوى اللعبة في محلي في قناته. حياك الله كابتن سمير.
ممكن نفعل